إذن مشاهدينا، الحديث عن التطورات في غزة وعن اضطرار الاحتلال إلى مواصلة عدوانه على غزة، نرحب بضيفنا من الضفة الغربية دكتور إسلام حلايقة، الأكاديمي والباحث السياسي والفلسطيني. مرحبا بك دكتور إسلام معنا. أهلا بكم، حياكم الله. حياكم الله. إذن وزير دفاع الاحتلال قال إن عليهم الاستعداد لتطورات خطيرة شمال قطاع غزة، كيف أو ما الذي تقرأه دكتور إسلام من هذا التعليق بعد 104 أيام من بدء العدوان على غزة؟ الحقيقة هناك بعض التصريحات الواقعية وبعض التصريحات التي تقال للاستهلاك الإعلامي أو للمزاودات السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، بمعنى هناك عدد من الأقطاب داخل الكيان الإسرائيلي يمكن تقسيمها إلى يعني محور نتنياهو أو قسم نتنياهو ومحور جالانت، محور المخابرات أو الاستخبارات، وكذلك محور الجيش. وهذه الحقيقة الأطراف أو المحاور ليست على قلب رجل واحد صح التعبير، بل بينها حسابات سياسية وتحاول تصفيتها وتحاول المزايدة على نفسها على بعضها في من حين إلى آخر. أعتقد أن الاحتلال قد أفلس إفلاسا كاملا في هذه الحرب ولا يستطيع المواصلة إلا من باب المكابرة. الآن يحاول الاحتلال أن يبحث عن ما يحفظ ماء وجهه وينزله عن الشجرة تدريجيا، يراوغ ببعض التصريحات، يراوغ بعض الحركات. نحن رأينا قبل يومين أو ثلاثة أيام انسحاب من مناطق واسعة في شمال قطاع غزة، وهناك حقيقة تراجع لوتيرة العمليات في تلك المنطقة. صحيح أنه في الجنوب هناك كثافة بالعمليات، لكن حجم الخسائر التي تلقاها هذا الاحتلال حقيقة ستجبره عاجلا أم آجلا عن البحث عن مهرب ومخرج، وما ينزله عن الشجرة بمساعدة طبعا الولايات المتحدة بالدرجة الأولى. وأعتقد أن بعض الأقطاب الإقليمية ستمد له يد العون من أجل مساعدته للنزول عن الشجرة وحفظ ماء وجهه حتى يظهر أنه ليس هو المهزوم أو الخاسر، وإنما هو الذي استجاب لضغوط دولية ووساطات عربية وإقليمية وأمريكية وربما لقرارات أممية. ربما يتم اصطناع مسرحية في مجلس الأمن، بمعنى أن الحرب، نعم الولايات المتحدة توافق على وقف الحرب، وبالتالي يصبح الكيان وكأنه ملتزم بالقرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن وليس متمردا عليها. طبعا كان بإمكان الولايات المتحدة أن يعني تتخذ هذا القرار من قبل عدة أشهر، لكنها انتظرت حتى أباد الاحتلال نحو 30,000. يعني تقرأ دكتور إسلام في هذا السياق هذا الضغط الدولي، هو لنقل مفبرك هذا الطلب الأمريكي بسبب عدم تحقيق الاحتلال أهدافه بعد كل هذه المدة، ولذلك لجأ ربما إلى هذه الحيلة. ولكن كيف نقرأ أيضا بالمقابل دكتور إسلام ازدياد وتيرة الغارات الصهيونية عبر الطائرات والصواريخ؟ هذه الانفجارات لم تهدأ، ولا سيما في مناطق خان يونس في مقابل هذه الانسحابات وهذا الضغط الآن بالتخفيف وخروج الاحتلال ومغادرة قواته. يعني بصراحة الرافض للتطورات الميدانية لا يرى حقيقة ازدياد الوتيرة. هذه الوتيرة بالعكس ربما تراجعت قليلا، يعني هناك كان قصف جنوني في بداية الحرب استمر لنحو شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر، بعدها بدأت تخف نسبيا، طبعا قليلا بنسبة ربما لا تتجاوز 20%، لكن لا زال بالفعل القصف جنوني والقصف يعني همجي والاعتداءات حقيقة كبيرة. الاحتلال كما ذكرنا أفلس وهو يتخبط في أيامه الأخيرة من الحرب. نتنياهو طبعا ربما هذا أسوأ زعيم أو أسوأ قيادي يمر على هذا الكيان في تاريخه، بمعنى الزعماء السابقون كانوا يفكرون بعقلية مصلحة الدولة. هذا الشخص يفكر بتسيير وتسخير الدولة من أجل مصالحه الشخصية. يعني تخيل أن إنسان يتوقع أن يخلده التاريخ كبطل قومي إسرائيلي فإذا به يلقى بالسجن. يعني أي زعيم في العالم ممكن أن يتخيل هذه الصورة، سيبدأ بالتخبط وهنا يهاجم أحيانا حزب الله ويغتال شخصية في بيروت ويغتال يقصف أهداف في سوريا وبعض أحيانا في العراق، وبالتالي
يعني أي جبهة جديدة يتم افتتاحها حقيقة تمثل يعني ملجأ أو منجأ أو وسيلة للهروب من المحاكمة والسجن والملاحقات القضائية التي تطارده وتشكل كابوسا له ليلا ونهارا. وبالتالي حقيقة يعني ما نشهده من إطالة أمد الحرب ما هو إلا نوع من أنواع الإفلاس، لأن بالمنطق لا نرى أي هدف تحقق على الأرض. يعني الاحتلال رفع عدة أهداف، منها استعادة الأسرى، منها القضاء على قدرات المقاومة، منها التهجير، لم يتحقق التهجير، لم يستعيدوا حذاء أسير، وليس فضلا عن أنهم لم يستعيدوا أسير، لم يضعفوا من قدرات المقاومة الأماكن التي سحقت سحقا وحرقت حرقا وأبيد أهلها، تخرج منها حتى الآن الصواريخ ونشهد بها عمليات المقاومة مثل بيت لاهيا وبيت حانون والشجاعي وجحر الديك وغيرها. نعم، أيضا مشرك معنا من بيروت مدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين دكتور علي الهويدي. مرحبا بكم دكتور علي معنا. حياكم الله، يعطيكم العافية. وحياكم الله دكتور علي. ماذا عن النازحين الفلسطينيين جنوبا، لا سيما بعد مغادرة قوات الاحتلال من عدة مناطق شمالا أيضا، ما الذي يمنع الآن من عدم عودتهم؟ يعني طبعا في البداية على المستوى الإنساني لم يعد هناك من فرق يعني ما بين النازحين سواء في شمال القطاع أو وسط القطاع أو حتى في جنوب القطاع. يعني الكل هناك معاناة إنسانية مركبة بكل ما للكلمة من معنى، هناك يعني حالات تهجير، هناك استهداف لكل مقومات الحياة للنازحين، الأمراض تنتشر، هناك أطنان هائلة من النفايات في الأزقة والطرقات، لا يوجد من يعني ينقل هذه يعني النفايات إلى أماكنها المحددة، وبالتالي هناك معاناة يعني حقيقية إنسانية بكل ما للكلمة من معنى. أما على مستوى موضوع عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، للأسف نحن ندرك تماما بأن هناك مشروع صهيوني قائم على سرقة الأرض وتهجير السكان واستجلاب يعني ملايين اليهود من مختلف دول العالم كي يقيموا في منازلنا وينعموا بخيراتنا. وبالتالي عدم السماح للنازحين بالعودة إلى أماكنهم من الجنوب إلى الوسط أو إلى الشمال يأتي في هذا السياق، خاصة أن الكيان الصهيوني أعلن أكثر من مرة بأن واحدة من أهداف العدوان على قطاع غزة هو عملية يعني تهجير الفلسطينيين، وقد جرى الحديث يعني في بدايات العدوان عن محاولات انتقال النازحين من قطاع غزة إلى مصر، وكان هناك بعض المواقف أيضا كامتداد لهذه العملية أن يكون هناك شيء في المستقبل يتعلق أيضا في الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية وإمكانية تهجيرهم أيضا إلى الأردن. فبالتالي هذا مشروع لم يتوقف، الآن يجري تفعيل أدواته بكل ما للكلمة من معنى. وطبعا يعني شعبنا الفلسطيني قالها بصراحة، على الرغم من المعاناة وعلى الرغم من الألم وعلى الرغم من يعني هذه الضحايا التي تسقط بشكل يومي سواء على مستوى الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة واستهداف للمنازل والمستشفيات والمياه وعدم إدخال الوقود وإلى ما هنالك من يعني هذه المعاناة، لا يزال شعبنا الفلسطيني متمسك بحقه في أن يبقى في أرضه وليس له أي مكان آخر سوى أرضه. لا بل يعني نحن نتحدث عن المستقبل الذي يعني يتحدثون ماذا بعد يعني هذا العدوان على قطاع غزة، نتحدث عن المستقبل بأن الفلسطينيين يعني عندما يتحقق هذا النصر بإذن الله في المستقبل سيستعد الملايين من اللاجئين الفلسطينيين لتحضير يعني أمتعتهم إذا صح التعبير والعودة إلى القرى والمدن التي هجروا منها سنة 48، لأن المؤشرات كلها حتى هذه اللحظة بعد مرور أكثر من 100 يوم على هذا العدوان لا يزال شعبنا صامد، لا يزال متمسك بحقوقه، ولن تفلح أي من تلك المحاولات في موضوع تهجير شعب الفلسطيني على أي منطقة من المناطق، خاصة أن هناك تصريحات عنصرية بكل ما للكلمة من معنى ونتابعها بأنه يعني العمل على
زيادة معاناتهم الإنسانية كي يصلوا إلى حل واحد فقط وهو الخروج من قطاع غزة. هذا هو شعب الواقع على فتات. دكتور علي، نعم. الذي أريد أن أسألك عن الواقع المأساوي الآن الذي تعكسه الصور التي نشاهدها عن انهيار للبنى التحتية وكارثية الأوضاع عموما الإنسانية شمالا وجنوبا، يعني ما إمكانية قدرة تنظيم عمليات الإغاثة؟ ما المطلوب من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والإنسانية أيضا الأخرى؟ يعني أنا أعتقد الآن كل المسؤولية في موضوع توفير المساعدات الإنسانية للنازحين أو سواء للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وعددهم ما يقارب من 2 مليون لاجئ ونازح فلسطيني، يعني المسؤولية الأساسية تقع على عاتق وكالة الأونروا في تقديم المساعدات، وسواء على مستوى الصحة أو على مستوى الإغاثة أو على مستوى التعليم وبقية الخدمات. طبعا الآن موضوع التعليم كله متوقف بكل ما للكلمة، معنا لا يوجد أي شيء على الإطلاق الآن، فقط يعني موضوع المساعدات وموضوع الإغاثة. الآن العدو الصهيوني يتحكم في عملية إدخال هذه المساعدات من خلال معبر رفح، وليس فقط يتحكم، بل أيضا يعني يحدد الأوقات ويحدد عدد الشاحنات ويحقق أيضا المحتوى لهذه الشاحنات. وبالتالي إذا كنا نتحدث عن أن قطاع غزة المحاصر والمحتل قبل 7 أكتوبر كان يدخل فقط 500 شاحنة محملة بالبضائع، في هذه الأيام لا يدخل سوى ما يقارب من 100 شاحنة فقط. وقالت وكالة الأمور بأننا بحاجة إلى أكثر من 800 شاحنة أن تدخل يوميا لكي تغطي الاحتياجات للمحتاجين سواء على مستوى النازحين أو على مستوى اللاجئين، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار بأن الآن يعني الأمراض بدأت تتفشى أكثر في أكثر نتيجة فقدان الأدوية، نتيجة المياه الملوثة، مياه الشرب، حتى مياه الاستحمام، نتيجة أيضا يعني السكن في خيم من النايلون التي لا تقي شعبنا الفلسطيني من نعم، الوضع يبدو مأساويا دكتور علي. سأعود إليك، لكن هنا دكتور إسلام حلايقة، يعني من خلال متابعتك كيف تنظر برأيكم إدارة بايدن إلى استمرار الحرب بهذه الكيفية وسط انقسام صهيوني في مجلس الحرب الصهيوني، وما مخاطر أيضا استمرار ذلك ومصير المرحلة الرابعة لنقل من هذه الحرب أو هذا العدوان على غزة؟ يعني الحقيقة هناك بعض المسميات في البداية، أود أن أبدأ من آخر كلمة ذكرتها وهي المرحلة الرابعة. أنا أتساءل ما هو الفرق بين المرحلة الرابعة والمرحلة الثالثة؟ لا شيء. ما الفرق بين المرحلة الثالثة والمرحلة الثانية؟ لا شيء. حقيقة هذه مسميات لإيهام العالم أنه يعني هناك نوع من التحرك أو هناك نوع من تقليص الحرب أو ما إلى ذلك. فيما يتعلق بدورة الولايات المتحدة، أعتقد وذكرنا ذلك مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة ليست فقط مجرد داعم لدولة صديقة وليست مجرد متعاطف أو مزود بسلاح. الولايات المتحدة هي الشريك، بل وهي التي تقود هذه الحرب بشكل مباشر ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. وهناك التزام استراتيجي قطعته الولايات المتحدة على نفسها منذ عشرات السنين، وهو التزام بأمن هذا الكيان ودعمه بكل ما أوتي من قوة، ليس لزرقة عينيه، بل لأنه مشروع الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح أكثر من مرة وفي تصريحات سابقة وفي سنوات سابقة حتى قبل أن يصبح رئيسا، لو لم تكن هناك إسرائيل لكان لزاما علينا أن ننشئ إسرائيل حفاظا على مصالحنا. هذا المصطلح بحد ذاته حقيقة في احتقار أصلا لإسرائيل لو كانوا يدركون، لكن هذا بلا شك يبين أن هذه المعركة هي معركة الولايات المتحدة، وكل هذا الخلاف المصطنع حقيقة يعني ربما هو من باب در الرماد في العيون، وهذه حقيقة حرب الولايات المتحدة. الآن يجب أن نفرق بين أمرين اثنين، خلاف واشنطن مع نتنياهو كشخص وحكومة، وخلاف أو علاقة واشنطن بإسرائيل ككيان. علاقة واشنطن والولايات المتحدة بإسرائيل علاقة ثابتة راسخة لا تزحزح فيها حقيقة، بالدعم غير منقطع. أما قد يكون هناك نوع من الاختلاف حقيقة
مع نتنياهو ومع حكومته ومع بعض وزرائه المتطرفين على آليات الإدارة، وهي حقيقة خلافات شكلية وليست استراتيجية، بمعنى هم ليسوا مختلفين على أمن إسرائيل، ربما مختلفون على آلية إدارة وترتيب واستمرار وإطالة أو تقصير أمد المعركة والأسلوب الذي ستدار فيه. حقيقة الولايات المتحدة اليوم لديها ملفات كبرى، لديها ملف الصين، لديها ملف الحرب الأوكرانية الروسية، وبالتالي حريص أشد الحرص أن تنتهي هذه الأزمة حقيقة بأقل الخسائر، وحتى تفرغ للوحش إن صح التعبير بين قوسين الصيني الذي يبتلع الأخضر واليابس. وبالتالي أعتقد أنه الولايات المتحدة بالفعل عازمة على عدم توسيع الحرب، على عكس نتنياهو العازم على توسيع الحرب، لأن توسيع الحرب يشكل ملجأ أو يعني بر أمان أو أسلوب للنجاة من الملاحقات القانونية التي تلاحقه، قضايا الفساد التي بالتالي يعني ستودي به إلى السجن. وعليه فإن الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلاف شك في الشكليات وليس في خلافا استراتيجيا، والعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ليست كالعلاقة بين بايدن ونتنياهو، يختلف الشخصان في بعض القضايا، لكن العلاقة راسخة والحرب هي حرب أمريكية والدعم غير محدود. وبالتالي لو أرادت الولايات المتحدة خلال ليلة واحدة أن توقف الحرب تستطيع أن تهدد بال 14 مليار دولار التي سترسلها إلى إسرائيل، تستطيع أن توقف بعض الشحنات المليارية من الأسلحة. إذن من الضفة الغربية أعتذر منك لنفاذ الوقت. دكتور إسلام محلايق الأكاديمي والباحث السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. كذلك أشكر ضيفي أيضا عبر الهاتف، أعتذر منك دكتور علي هوادي من بيروت للدفاع عن حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، لنفاذ الوقت شكرا جزيلا لك.